رايحين على حي باب هود، نحن وصلنا بقلب باب هود. ما شاء الله اغلب الشوارع مطلع عليا، بس طلع عليا بالنص بالنص. قلع شو هذا الشادر هون؟ هذا هون هون وقع الصاروخ. ليش الصاروخ؟ بس في شادر يعني، في براق النص. الناس وراك مهندسين هون يا جماعة. وين الصاروخ نزل هلا؟ ليكو ست بنايات، هدول التنتين جنب بعضهم والبناية اللي وراهم. صح صح ليه؟ والشهيد تحت. شو هذا دمار شامل؟ خمس حي باب. هذا الشادر مشان فوت فوت فوت. ليكن هون وقفت هلا هاي البناية. هون وقفت. في شادر ثاني. ليكن في شادر ثاني بس ما في حال تقرب غير هيك من اليسار. ها لا دير بالك. خمس حي باب هود. الدمار الهائل. انهيار ثلاث ابنية فوق بعض. الله اكبر. صاروا هون بيت شمسيني. بيت اثنين ثلاثة. ليكم هلا هون الشهيد تحت هاي الانقاض. هلا هون في شهيد اسمه علاء الاباني. حي باب هود. احنا في عنا شهيد هون اسمه علاء. علاء الأباني مبارحة الساعة 6 إلى ربع نزل علينا صاروخ أدى إلى سقوط ثلاث أبنية. في عنا إصابات بعائلة كاملة وهي بحالة خطرة الآن بالمشفى، وفي عنا أحد الأشخاص مفقودين ما بنعرف شو مصيرهم، وفي عنا بالمبنى الثاني المجاور لهذا البناء المؤلف من ثلاث طوابق الذي نقف على الركام الآن. هلا في شهيد شو اسمه هون جوا؟ علاء الأباني. ما عم يحسن طالعوا حتى؟ لا أكيد لا. مهمتك بحمص القديمة بحي بعبود وبحمص القديمة. الحماية المدنية بس. هي مهمتك؟ الحماية المدنية. إن شاء الله والله. من العصابات من العصابات الأسود. الله يوفقك. بدك تطلع شيء من هون تنسحبه أو لا شيء؟ لا 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 للموت. يعني رغم إنه الحصار عليكم الشديد. ما طالعين. حمص حي بعبود. الدمار الكبير والهائل جراء قصف الصواريخ لأول مرة تضرب في حمص القديمة. انهيار ثلاثة أبنية وهناك شهيد تحت الأنقاض لا نقدر على إخراجه. حسبي الله ونعم الوكيل. نطالب الهلال الأحمر والصليب الأحمر وحقوق الإنسان وأطباء بلا حدود ودخول إلى أحياء حمص المحاصرة. نحن بحاجة دكتور أطباء أوعية أخصائيين عينية وعزمية، بحاجة لمواد طبية. حسبي الله ونعم الوكيل. بحاجة إلى أغذية للجرحى. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا أحد القصور منازل أسرية موجودة بحمص القديمة حي باب هود. تم تدميرها بشكل كامل بعد أن قصفت بالصواريخ. منزل الأسرة تم استهدافه من عصابات الأسد. ما بيقدر يطلع يلعب بيني. الله ونعم الوكيل. ما بدي يطلع بس هيك يعمل نظره بس نوديه. طلع. اي خلاص شوف الدرج. طلع. ما في بيت طاية. ما صار جراء قصف. حسبي الله ونعم الوكيل. هاي البيت الأسرية عم تدبر من حمص خبر عصابات الأسد. بدأ يمسح معالم الأسرية بحمص. أصبحت الآثار مستباحة والبيوت الأسرية تم تدميرها بشكل كامل. حتى يمسح الصبغة التاريخية للمجتمع الإسلامي بسوريا. هو في الناس قلع. تعال نصور. هلا الأول سليك هو في الناس وطلع على حي باب هود من سطح قلعة حمص. امبارح باحترامه ايه ما تم استهدافنا امبارح قذائف الدبابه. لا تشاعل هذا المحل مع مثله.
بس اكثر من هيك لا تقرب لانه القناص حاطين مستر نحن بنضطر نرقص. بسم الله بسم الله والله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله.